السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من قناة الوطنية على الهواء مباشرة، وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في السياسة. طبعا حلقة الليلة سوف يكون موضوعها علاقة الفن بالسياسة، وضيفنا الليلة هو الفنان الكبير الحضرامي والميداح، رئيس ومؤسس أول أوركسترا وطنية. أهلا وسهلا بك سيدي الحضرامي. مرحبا. طبعا لا أعتقد أن هناك من أحد لم يعرف مسيرتكم الفنية، فلن نخوض في هذا المجال، ولكن سوف نستطلع رأيكم حول بعض المسائل المتعلقة بالفن والسياسة والزواج القائم والطلاق تارة بين هذه الثنائية. صف لي العلاقة بين الفن والسياسة في موريتانيا. والله أولا نشكركم ونشكر قناة الوطنية العزيزة بين اللي احنا قاعد اسمها موكين به. احنا اصلا شي كامل يخدم الوطن هو عز علينا الخالق، وهي ام اللي رايدة الحمد لله للمجال. ونقط حاجة اللي يعني قط اللي عدلت معها مقابلة، والله شيء ما هو بعيد من ذلك. واشكركم على كل حال. ان الفن اللي عند الناس وتكلم فيه الفن اليوم تي وتقول اخباره كامل عنده اساسين هما اللي نتكلموا عليهم. الاول الاساس التقليدي اللي كانوا يعدلوا به الفنانين اللي مثلا كانوا على مستوى الامارات اللي كانوا موريتاني وكانوا ياخذوا ذاك الفن، وهم اللي محافظين على تاريخ والموسيقى. وعقب ذاك من خلق الاستقلال وجاءوا هنا خلقت اول منظمه بعد قاع للفنانين الموريتانيين، خلقت 64 وعادت عندها كيان، والناس عادت متوجهه للعمل الجماعي يعودوا يقوموا به الفنانين في بليده، بدلا يعود كل حد منهم ماشي في جهه، وعادوا معدلين منظمه، وعادوا عندهم شيء مثلا مشتركين وكاملين. والمهم انه عنه يجي رقاج ويقطع مثلا بطاقه دخول ويدخل عليهم ويبات يصنت الانواع له الكاملين. اذا عدلوه عتره من الفنانين الرائدين ذاك الزمن في موريتانيا. هو مشات لمرحلة وعادت موريتانيا اللي هي تتقدم، شر مراحل أخرى وخلق وعادت لابد أن عاد كان هنا تي الحفلات الرسمية يلجأوا إلى لاس بالماس والله باريس والله داكار، لكن إنجاب شوق هنا تي الموريتاني للحفلات الرسمية اللي هو اللي في العادة سلك الدبلوماسي لابد أن يعود مثلا متعشي على نغمات موسيقية هادئة. إلى عاد قاعد قد تعود سيمفوني كبيرة مثلا قد بيتهوفن وموزارت وولفغانغ أماديس موزار وبيتهوفن وشوبان هذو كاملين تشايكوفسكي. هذا مثلا إلى عاد ما ذاك بعد يعود خالق شوق. وبذيك الآونة جا هنا الرئيس غينيا أحمد سكوتيري رحمة الله علينا وعليه، وجر موريتاني، وقال له المختار دادا، احنا قال له نختار، وقال له كنا نستقبلوك باجواق كيف الاجواق الوطنيه اللي شفتها انا، قال له في التفقين وركاتي غير، احنا قال له لا تجدوا يذن الا بما تجدوا ركاتي عندنا، قال له ما عندنا ذاك ونختار وبعد لا يعود عندنا، قال له ذاك ما هو مشكله، لا قال له مشي لي انا واحدين من ابناء موريتاني وماتيه اللي قد يكون جو واضح. طبعا في بداية الدولة، لأن هذه الأحداث أنت طبعا صارت في مناسبات هذه، وأنا أريد أن أستفيد الوقت معك. والله والله إذا عنا لنجو مباشرة للفن والسياسة. أول في هذه الفترة اللي تكلمت عنها، طبعا كان للسياسة دور كبير في الرفع من شأن وقيمة والله والله الفن. والله والله باختصار، ما الذي تغير؟ تغير عن هنا هنالك الدولة كانت تلك الساعة عندها بناء، عندها مثلا خارطة وطنية
لن يعمل عليها كاملة، ياك عدو ابناء موريتاني كامل اللي هي تقدمه في لوعات الدولة هي الخالقة، عاد خالقة الدولة، عاد داشي هادف ذيك السياسة اللي معدل الدولة، والله اللي يعني الشعب اللي ذاك والتو علم به، والله اللي يالتو يعود حاس به من قد التغيرات اللي تخلق بالزمن كامل اللي لابد من الشعوب تمارسها وتعود ماشية معاها في بليده. ذيك المناسبة وعاقب أحداث الحركات السياسية اللي كانوا في موريتانيا هوناتية، عاد الفن ترقى من فن من الأسرة ومن القبيلة ومن المكان والله من الولاية إلى فن شعبي شعبي، وهذا يرجع لسببين. سبب أن احنا نجينا من كوناكري، جينا عندنا أغاني هادفة، مثلا ما غنوا لا رواقيش مباشرة، غنوا للشعب الموريتاني ونغنوا له ذا اللي يالتو يعود مهم به. إذا عندنا الكلمات اللي عندنا يالتها تعود هادفة، اللي قال نزار قباني عن كل شعر معاصر ليس فيه غضب العصر نملة عرشاء وخرص لي صفايدة النملة. إذا عندنا احنا عندنا في خدمة الشعب ويعطنا شي كامل حدث كامل له يعود مهم عند الشعب يعطنا هو اللي نحب غنينا. عادت الأغنية الأولى وهذا زي الزامن مع السنوات اللي فيهم الشعر صحق حق المعاصر ذاك الزمن والحركات السياسية اللي كلها تعمل يا من أجل تعود موريتانيا مثلا ذيك الصورة اللي راجل لها، ولا نعود تحت رعاية فرنسا، ولا نعود تحت رعاية استعمار جديد ولا شيء. عندنا احنا تكيفنا تحرر يصله، ما قد الناس اللي ساكنة في الفضاء اللي ده هو ما تقد عود عليها سيطرة بها اللي حياتها كاملة لله. فذا جاء عاد الأغنية لابد تعود مع برعش، وعادت من أول شيء بدأ فيه الجوق الوطني هو عنه يخرص ذو الأحداث السياسية المهمة الموريتاني ويعود يغني بهم ويسمعهم الناس كاملين. به اللي عادت الناس بدلا من تعود عندها رجو وقاعدة في الخلاء، عاد جات الناس نواكشوط تعرف عمان الجفاف كاملين، ودخلت نواكشوط وعاد فيه الشعب كامل. إذا كل رقاش عاد له يعود مطلع اللي خالق من واكشو وفتحوا الأبواب للناس كاملة وعادوا يخلقوا يكتبوا. وجهت الدولة فعلا وجهت الناس على الاتجاه عن بدلا من عود أنا مثلا والمختار الميداح واللي هي قاع القالقة يقال عودوا المختار الميداح للشعب الموريتاني يهدف ذا اللي فيه سمعة الشعب الموريتاني نوع من الوطنية الناس كاملة قد ما تدركوا يقير هو توجه العام ياك تعود الناس كاملة سواسية وعود الناس كاملة تخدم وطنها. طيب الفن بمفهومه اللي تكلمت عنه واللي يحمل رسالة معينة سواء كانت في المجال الوطني أو في مجال إشاعة السلام أو الفن الموريتاني أو ما هو موجود في موريتانيا قبل هاي الفترة اللي تكلمت عنها، هل هو فن أم أنه فولكلور للتسلية فقط وإضاعة الوقت؟ وحتى البعض يتهمه أنه لعب أدوار قد تكون سلبية فيما يخص النزاعات القبلية اللي كانت قائمة قبل الدولة الوطنية، والبعض يتهمه أولا ثانيا بالعجز عن التكيف مع الدولة المدنية الحديثة. ما زال الفنان الموريتاني يحكي تهيدي ولا زال الفنان الموريتاني يغني فاقو وعريس لم تعد هناك سروج لاستعر. والله هل الفنان الموريتاني يشد المجتمع الى الوراء بدل رسالة الفنان الحقيقي اللي هي دفع المجتمع الى هذا؟ والله هذا اللي جابك عليه. شفت الفن الموسيقى من نفسها صالحة لكل زمان وكل مكان، مع عنها موسيقى الموريتانية متنوعة
وكثرة الناس وكثرة اللي فيها ماشي عادت موسيقى على مستوى نحن هنا تي من الناس اللي تعرف التيدينيت مثلا والفن كان مقبض من تيدينيت والتيدينيت غريبة عنها فيها لا تشبطين ومهرين هو اللي كان مثلا معه دراسنا وعنها آلة صغيرة يقال آلة تامة موسيقية وذاك ما هو كل آلة موسيقية تامة سمعته من ذكاء الناس اللي يريد الآلة الموسيقية صغيرة بدل آردين فيها 18 عصبة مثلا يقال ما هو تام اسمع الآلة التامة ذيك اللي تقد رقاش يخبط فيها 21 نوطة مثلا من الفوق للتحت سمعت وتام تام ذاك هو اللي ذاك المجال هو اللي قدر رقاش يعدل فيها عدل فيه الموسيقى ايوا الفنان ما مشى عن 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 سير موريتاني ما نضل تكيف قاع معاه بصفه به اللي بدلا من كان يجي لدار دار عاد يتكيف احيانا بانه يتم عدل مسرحيات وجوهم الشعب كامل ويدخل عليهم سمعتوا هاي مرحله بدلا من التهيدين اللي كان ينقال ذيك الساعه والتهيدين بعد للذاكره الوطنيه اخترت نعرفه الموريتاني كاملين عنه هو اللي اعترف ان احنا به اعترف به الموريتاني مع اليونسكو عنه هو اللي هو ثقافتنا واللي انقبضت منه قبلت ثقافتنا به الا عن طريق التهيدين والتهيدين مثلا ما هو اكبر من ذا كامل هو بدلا من عود كان خالقه موريتاني واحده قالها تهيدينا واحده كانوا خالقين موريتانيا به اللي خالقين هون الامارات وخالقوا كل جهه عند هذا يقال حتى في وقت التهيدين الدق في قبيله اخرى بتهيدين قبيله اخرى لا من اللي زين التهيدين ما قطعوا عاد يتنافسوا عليه ولا قطعوا عاد شيء عندهم اللي كل رقاش كل غزال عندهم مخنوف سمعته كل رقاش كل قبيله عندها تهيدين هو كامل على كل حال في حافظه موريتانيا يواتي لينسكو اللي قبل في الموريتاني واعترفت لها به الموسيقى ما هو ذي الموسيقى التهيدين عاد مهم والصفه اللي اكيف بها هذا كامل احنا انا بعد شخصيا اللي قمت به ذيك الساعه منين دخلنا مجال باطل عن الدوله الموريتانيه وعن عندنا فنانين احنا الفنان سمعناها عند الناس اخرين يقال ذل منا ما مشوا يقراوا الفن وبقوا هناتي ليتم ولا يبقوا بهم اللي ما عدل لهم شيء اطار ذاك هو خاص لهم هما يقدروا يتكيفوا به من عودانهم كانوا يقاون وعود مثلا عود كلمة يجي وتعود مثلا كلمة نسب مثلا على قاش يجي وضركاتية معناها عنه مسوب القبيلة معينة اللي قالها يقاون بدلا من يخلق ذا ما قامت الدولة ودارت فيهم ذيك الثقة وعدت لهم معاهد وعاد كل رقاش عنده موهبة ليدخل يدخل ذاك المعهد قاع ولا يسول عن يجي ليعود خالق شيء قال الفنان ذي المرحلة ما دخلناها من هنا تقد دخلوها منا 14 رقاش قط قاسو كوناكري ذيك الساعة والله رقاش والله هني قط قاسو العراق وتكونوا فيه تكون مستعجل يقال بعد تكونوا على الشيء عادوا يعرفوا بين المقامات ويعرفوا ذا كامل من جهونتي ما جبروا الشيء انا تميت رئيس الشوق الوطني إليني هو اللي انا منين عود مسافر في الخارج عندي نسبه ما خلصش فوقها منين عود خالق ملتقى كبير للفن وظل الموسيقى منين نعت باسبوري ندخل وندار قدام ومن يجون الواكشوط اللي عادوا ما عالمين بيا اهلي اللي تلقاوا لي في المطار عارف كاع حد يعني كان يسافر والله ما سافرت سمعت على كل حال هذه الاشياء اللي يخصهم لا توجي ليه تعود الدولة تعطي قيمة كاملة تجمع الفنانين احنا اللي فينا من الاحساس الاصوات الجميلة اليوم واتية ما كان عندنا ذيك الساعة كنا عندنا التارواقي ان شاء الله ربعة يصنتوا لهم الناس وشايعين اسامي وخالقين عندنا وزينين حسوستهم عند الناس اليوم ما شاء الله ما تدخل اسرة ما هي من الفنانين كانت والله لكن ما اجبرت فيها شيء من الموهبه ما خلي شيء
وموسيقتنا اللي عندنا ولها واحد انها فولكلور موسيقى تامه، وعندنا قاع مقامات لو كانوا علموا بهم الناس الاخرين اللي اليوماتي يتقاتلوا على ربع نوته واحده، ياك يغنوا فيها يغنوا فيها شيء مثلا خارق للعاده. عندنا مقامات اليوماتي لو كانوا جابرينهم وضو سمعوهم وضو لحقوا لهم مثلا نعودوا سمكنا الدنيا كامله، وعندنا احنا شو احنا عندنا اللي يخبط كامل. طيب والعرب واضح. طيب سوف اطرح عليك سؤال، اسمح لي والله استسمحك فيه والله. الحضرمي الميداح حاله غريبه. الحضرمي بدا من القمه، بدل ان يبدا من صفر بدات عازف ومغني وقائد الأوركسترا الوطنية لظروف ما، يأس أو هروب إلى الأمام، تركت هذا الشيء واختفيت. وأنا حقيقة هاي المقابلة من سببها الرئيسية شعرت بحزن، لأنه قبل أسبوع أحد الصحفيات اللامعات تجهل من أنت إذا كنت تتذكر. الله إذا قضت الأيام وما بين أهلها مصائب. أنا حاسس بنفسي أن يكون قائد الأوركسترا الوطنية بغض النظر عن اسمه، بغض النظر عن سمعيته، يجهل شخص على مستوى صحفية، لأن أعرف أنا جهلتك بنية حسنة ما تعرف. لكن ما هو اسم؟ شوف إحنا بداية كامل أمنية كبيرة لموريتانيا عن هذه تصلح للناس كاملة ونعود ماشيين فيها، واللي نعود وصلوا بها موريتانيا إلى بلد في أعلى عليين، تمينا واحدين إلين خرصنا. والإنسان لا بد من يوم ما يوقف وقت في الصدق مع نفسه ويخرص. تم جاي الطائرة، كنت جاي شهر أوروبا لي، ومن عدت جيت الدكار جبرت مدير سليم مثلا، وهو لي أنا ذلي واحد فيه ما هو خالد الناس ما يعطيتهم. سنة كم هذا؟ سنة كم؟ هذا سنة 75. أنا مشيت من الجوق الوطني سنة 75. 75 كانت لازال الدول الموريتانية لها. والله والله عندها ديك الساعة مازالت مثيل. يا ترى أنا مني جيت أولا إجبرت من حشور فرنسا، كنت أختار قاعد أكمل دراستي، ومشال عليها السفير هنا سفير موريتانيا، وقال لي عن هذه جاهزة وعندي لا نجي. منحة موسيقية. ما الله منحة. أنا منين فترت من الموسيقى؟ الموسيقى لا اللي قريت. قريت الموسيقى سمعته، والموسيقى لعادة صينية ولعادة غينية ولعادة موريتانية ولعادة ألمانية ولعادة من أي دولة. قال لا الموسيقى صح تو لا هو ذا، وهي قاعد عرف الناس كاملة من تسمعها من قداستها عندها تقول هلا الموسيقى، ولا ما مسوي لا جاية من منين. خالد وزير كان الثقافة كان فرنسا، تميلين عامها من فايت كل سنة في عيد الموسيقى يلوذوا أحسن أغنية ذيك السنة ويطرحوها ويقولوها، وتعود هي اللي معدلة رسالته وصلتوا له. جاهم قال لهم ذا العام، قال لهم ايش فيه لانك هذا اللي كان وزير، قالوا للعام قالوا ما عندنا أغنية، قالوا أوروبية، قال هاتك أغنية، قالوا واحدة من جينا، قال هي كيك، قال لهم ديروا لنا كيك. اسمع شهيرة كانت والله، كانت أغنية زينة حتى اللي شي زين أي منين يعود في أي مكان وعنده الآلان اللي صنت له الناس كامل الوزن كامل اللي تسمع الموسيقى اللي تسمع شي زين معينك معينك تليت تسوي معينك تليت مسوي العلم اللي يسمع شي زين صحيح. هو المهم أنا منين مشيت على ذيك الساعة بيا اللي بيا الغيرة الوطني بيا اللي مشيت ومثلت موريتانيا دول عديدة، وجينا وجبرنا ياسر من نجاح، ومنين جينا هناتية شطرة السياسة الوطنية عن الأهداف الكبرى اللي كنا ذي حين وخلقت الحرب ذيك الساعة. من خلقت الحرب أنا مشيت سابقة تقريبا
أنا دخلت السنين في 26 سبتمبر 1975. قلت لك أني سافرت مع توظفت السنين توظفت السنين مع قسم العلاقات الخارجية مولي في بلادين في نواذيبو ذيك الساعة قالها كومينو بعد كاع ما هي سنين سنين إدارتها هنا هي اللي هنا قبل المحول لوجه هنا مشيت بياش بيا اللي ما قد نعود ما ماني على مستوى شيء وش هو مسيا الفن لم يعطيك اي الفن اعطاني شهره في الناس يا غير اعطاني شهره في الناس واصحابي كاملين ديك الفتره الناحيه الماديه كانت ما نظر ما هي الماديه ما شاد حد اخبارها ابدا انا قاعد من احنا خلاص احنا تخلصنا الدوله ذيك الساعه اعطيتنا خلاص يا غير التم قاعد مكانه اللي قال لك راه جاي الرئيس الفلاني يعطيك تحضر له ما هو هذا ما قد يعيش به الجو ولا قد انت لابد لك تعود تعدل التدريب وتعدل البروفات وتعدل كامل وتعدل لغاري جديده ما نقلي تم ساكن عليه عدلنا احنا في كوناكري سوسانتويت ما كانت متاحه لكم الوسائل ياك ما كانت متاحه لنا الوسائل وكانوا خارجين المناسبات نقدو نبرزوا فيهم ونعتوا للناس بحيله ونساعدوا الفنانين الاخرين اللي ياك يعودوا عندهم مستوى فني يا خير لكن خليك بالله الى عاد خالق مهرجان وطني له يعدل هناتي والله له يعدل مهرجان جهوي في واحدة من الولايات عيانا يمشوا لها وجوها وتعود حالهم ما خالك شيء زين عندهم من ولا قلبي وغانينا غنوهم الناس كاملين وانا تبيت نهار في الدار الين قالوا هذا قالوا سلف اتحاد رامي شاد لقوات اليوم كاملة تناسل منها وجاوني انا ماني هنا اخرى مع صاصي التردي وعادوا يرجعوا لها وكتيوبا ونصيد البوليسي ماركين باطل اللي نقول لك عنه كان ما اللي خليق هنا تي لا عن عدم المبالاة الناس هم الاثنين المهم احنا الثقافة والرياضة نسيناها ولا قدينا نتقدموا فيهم بناش بين اللي ما عدلناهم كاع ما عطيناهم الاهميه ولا خرصنا الناس اللي عايشه بهم سكتوا زمننا احنا معاه كانت دايره عليه فرنسا امبارحه ولا قد يدخلوا شي سويسرا ولا يجي وذاك العالم الغربي كامل مشار هو كان اش كان دخلوا مناش لي بالي افريكا اللي ماشي في العالم كامل ولا قد نقفل عنهم باب بهم اللي بعد كاع في قمه الفن والله الاجواق الوطنيه الاربعه اللي عندهم ما تعدل لا ما يخصوش شي ماشي وشارجي ويجيبوا له كذا وكذا يتهاك ويجيبوا له الصوانات ويجيبوا وعدوا هلقين يقولوا عنهم اللي هي وكلوا انتاجهم انا طيب انت كيف كمثلا فنان تنتمي لاسره فنيه معروفه تمسكت بالفن رغم كل الصعوبات كان هو حياتها طبعا ولا زال حتى اعتزالك هل هو مثلا تركك الفن هل هو اعتزال هل فسر لي في سببين ام انك كنت تشعر ان الفنان في موريتانيا مثلا لا نظر عليه نظره دونيه مثلا لا يساوي شيء على كل حال هناك سببين السبب الاول هو عني راد مدانة عني تكونت في الخارج كفنان ومني رجعت هنا تيه كفنان وعاد عندي شو وعاد عندنا مكان نقعد نغنوا فيها والله نقدموا اغانينا وريبرتوار كامل اللي عندنا مشي زين وعاد الشباب يبات معانا فهمي لين يصبح الصبح ونواكشوط ما فيها اي مشكله والناس كامل متموكل تمينا الين عندنا ما عاد الالات الاتنا ما هو جدونا باللي الدوله احنا جبنا الاتنا مع انا من كوناكري قلنا عن نهرنا بين الالات مشينا وشرينا منهم شي معي وشرار ما نوعدنا عندنا ياسر من الناس تاوصى كل رجاج عاد تاوصى تينا تخامو هو ان احنا عندنا نقيسوا الخارج ونعرفوا اللي معطي الفنانين في الخارج ونعرفوا قيمته في الخارج وعندنا تخامو اخوتي احنا ما نقدو نعودوا
أنا كانوا هالجزائر اللي يقلعوا مني 69 يقلعوا مني نفسي، واحد معي جيتاريست يرحمه قالوا صلي إبراهيم، قالوا عنهم لا بد لهم مننا نبقاو معاهم. وقال تي اف هذيك الساعة والله التلفزة الفرنسية طلبوا مننا أن نمشوا معاهم وأن نعدلوا معاهم شي. يا قاهر ذا المحيط اللي احنا فيه هون موريتاني ما فات الحق ذاك المستوى من الرقي، ياك يعود يحتمل يا غير قابلنا يقاول وشي مباراة ساقة وحدين كانوا يقولوا شوق الوطني يقولوا شوق الوطنية ويضحكوا فينا بهم قالوا جاد عليهم. وعقبنا مني عندنا خلاص القراية خلاص مثلا انستر نورمال دكاتريا بشالو هذا سيكا بشالو عادت قاع طاحت رواية بسمو احنا خلصوا الله من التلاف وقي سمعت وعدت رواية كبيرة عند الناس بين ما هي ساخية نبدأ. وعدنا هو الساحة ما فيها قاعدة اللي كيفنا احنا كفنانين وذات الخالق ذا وعدنا توفاتي لو تصيف نعيشوا بينا لو نعيش بيها هو اللي انا ما قد انتم قاعد هناتي انتظروا الصيف الذي لن يرجع. لكن غريب حضران كان يربطكم بالفن اللاجوق الوطني. لاجوق الوطني تركت اللاجوق الوطني تركت الفن. انا شوف انا محدني صغير والدتي عندها كان اللي انا من الذكور اللي انا وحدي اللي انا واختي مريم الكلاب ورباتني له وحكمتني عن تعلم التيدينيت. قالت انا خايف لا يجر لي ذاك العين ولا يجر ذاك الروايه. حتى انا بيا كرت الاخبار بيا اللي كابر مع اخوالي هذول الشيوخ ونسمع حسوستهم زينين من نسمع شي زين نغني فيه تواتي وعدت نعرف شي عدت نعرف الغنى اسمع. والمختار ما قطع علمني رحمة الله علينا وعليه نهار واحد ما قطع علمني نهار واحد شي في التيدينيت ولا قط اللي قال لي يعني نقبضها قاع ولا قط قال لي يعني نقبضها به الصقاع لا خوف يعني به اللي كنت اخوتي ثلاثة سابقيني ولا ونسلم وقول الناس وعادت عادت اللعاسة علي من الفئ منين خلقت الرواية ومشاو لها الوجوه والناس جاوها الناس الكبار وقالوا لها انا لابد من تقبلني نقيس كوناكري حاجه اللي يعني من دون الناس اللي جاتها مثلا الحمد لله رحموا لك ناس يعقوب والام وديانا رحمه الله عليهم واحمد دول محمود ابراهيم اطال الله في عمره هو قاع هو اللي مشينا شهر كوناكري ذيك الساعه وجماعه كبيره وبدعم احمد محمد صالح ياك نمشي انا تقبلني نمشي في الفرقه هذه شرف. لكن حضران انا استمعت الى بعض اغانيكم وحتى سامعها من قبل برغم انكم كنتوا شوق وطني وكنتوا جهه رسميه تقريبا وتقنوا في المناسبات العامه وخاصه في حضور ضيوف اجانب لكن غنيتوا بكلمات جريئه وانتقدتم في بعض الكلمات انتقدتم نهب المال العام والله حتى اذا كنت تذكر اخبار تقليت شفت يوحل ما يقول حد الذي تقليت سرق وسوى مسؤول وحلة مول الزيت وقنيتوها في حضرة رئيس الجمهورية وقفلنا وصفقنا وقال عنه يا زين عنده به اللي لا بد من الناس كاملة تعرفوا أكساء زمن ما قد أخلي فيه. كيف تفسر سعة صدر الحكم آنذاك مما قد تضيق عنه صدور من حكم موريتانيا تباعا؟ أنا قايل أنا ظهر عن هنالك أسباب عجيبة غريبة. أنا حاجة اللي من يجيهم القذافي غنيت له الليل في الجماهير تكون المعجزات ومن الظلم تولد الحريات محرمة كانت هذا الزمن وقال لي صديقي حبيبي وأخي أحمد عبد القادر أطال الله في عمره من غنيتها سوله قال لي القصيدة قال له زين اللي غنى فلا قالوا له والله يا قديك مقنى الفلاني قال لهم إذا قلنا زينبت قال لهم الزين ما يلتم ولا يلودنا ولا أسمعك هذا اللي علمك عنا احنا حقنا الفكر السياسي اللي لحقت موريتانيا ذاك الزمن والتضحية بكل شيء عنك ما تقدر تعود في الرواية ما أنك خادم فيها المجتمع هذا ذاك قلنا هذيك الساعة وغنينا اللوية
وغني للتأميم، تأميم الثرمة عدلنا في شي يعني خلقت لقية ملي عدلنا، وعدلنا كامل، وعدلنا أغاني الاتحاد الشباب الموريتاني بهذيك الساعة كانوا يجوا. طيب هناك بعد هذه الفترة اللي انت حضرتك تكلمت عنها تقريبا موريتاني شرفت فسادا ونهبا، وكان الفنان الموريتاني ساكت سكوت القبور، لم ينتقد لا بأغنية ولا بكلمة ولا بلحن. ما تلا عنده نصيحة بهاش. ما هو السبب؟ السبب ده هو، شفت احنا منين خلق الانقلاب ديك الساعة 78، هذا باطل يعزو صراحيين مع أنفسنا كاملين، مع أني ماني من الناس اللي ضد الضباط، أنا الضباط اللي نعرف عن كل ضابط عنده روح وطنية، وأنا لقى يبقي وطنه، ونعرف عنه ذا اللي كاتب أصلا عنه لا يبقي وطنه ولا قد نحوله على وطنه. يقير منين رجع منين خلق الانقلاب سادت أفكار أخرى، عنا نرجعوا للقبيلة ونرجعوا للولاية، وذي روايات فتنة خطيناها رجعوا ذا، وعاد الآخر كامل اللي كان ساير في ذاك المجاع الأول ما تلا عنده قيمة، عاد له لحد له رجع العيل العرب اللي جاوا الانقلاب رجع لهم بعد قاع تيدينهم وتاريخهم هذا كامل، وذاك خالقين الناس اللي مازالوا عايشين لو يعرفوا وزين عندهم، وحنا ما انا مقاع زين عندي شخصيا سمعته منين خلق ذا انسجم الفنان انسجم، ما عادت الدولة اللي نبت اللي خلق اللي ما قد خلق شيء، عادت الدولة بني قبلية، انت ما قلت بني موريتاني كاملة بقبيلة واحدة، ولا قلت بني دون موريتاني الأخرى، عاد ذا هو اللي خلق ذيك الساعة، عادوا يتناتروا بيناتهم الحكم، وعادوا يتناتروا بيناتهم على انهم كلهم يقرب من اهله ويعدل من اهله، وانا ما هو شيء عندي يا غير ضرة موريتانيا وضرر الشيء حد اذا عاد وقفوا عنا ذيك الساعة الحرب، وممكن عندنا لا خالق شيء شان عندنا ذاك الحرب اللي خالق ذيك الساعة، يا غير مولي ما خالق شيء يعطوا يوقف وقفنا كاملين. سمعت عادت الدولة فما تيا في ذيك النزاعات اللي خلقوا بيناتهم هم، عادت ما تات عندها قاع اتجاه سياسي، ما خالقت ليش اتجاه سياسي ذاك وسايكتنا سابق الهياكل ذيك الساعة اللي خلقوا هنا تيا، وعاد كل رقاجن قالوا عن عود في الهياكل والروايات وش نرفتوا. على كل حال الناس فات خالص على الكادحين والقوميين والناصريين وهذا كامل، ما هي اللي ترجع من ذاك اليار اللي ذاك هو ينشر ينشر اللي ياكل، حتى وين عادوا مناظمين يقر النظام واعر نظام واعر. صحيح. طيب هذا يقودنا طبعا الى دور الفن في السياسه طبعا. شذ عن هذه القاعده من الفنانين، وقد يكون وقد تكون ودفعت ثمنها الفنانة المعلومة مثل ميداح فيما يخص محاولة نقل الفن الموريتاني إلى الفن العالمي إلى إطار ثاني وتقديمه بصورة مقبولة للعالم، وكذلك محاولة تسييسه أو ربطه بالقضايا الوطنية ولو في إطار سياسي. يحضرني هون كلمات من واحد من ناشدها دولتنا ما تات سمعتها بالداخل والخارج فترة. طبعا قيل في المعلومة ما لم يقل مالك في الخمر أنها مريضة نفسيا وأنها تعاني من الفقر وأنها لكن بالرغم من هذا كانت تملك من الصلابة ما جعل الجموع اليوم تحاول تقليدها. والله من أين استمدت المعلومة هذه القوة اللي قد يكون حتى الحضراني والميدان وهو الشقيق الأكبر المعلومة لم يجدها حين هي قاعد يطول عمرها دائما تقول عني أنا هو السبب عليها ذا كامل بي، أنا هو اللي دخلتها محيطك الساعة
اغاني الكادحين والروايات وتقول عني يقير بعد يقير قاع المعلومه احنا اللي نعرفوها معروفه عندها معلومه عندها اراده شخصيه نادره عنها تعود عند صلابه صلابه ما ترجع عن ذاك اللي تؤمن به روايه كامله تعرف المعلومه عنها عنها اللي ذهبت ما ترجع عنها وخلكم مع ياسر محاولات وقامت وعدت ذاك وتمت الله به حتى اني انا حاجه لي زمن وقت ما جاوني وعدت اكثر اصحابها في طنهم اللي في الدوله ولهم عالين صحبتهم معاها من اصحابها اللي معاها في المعارضه سمعتوا بيني معجبين بها كامل يعني قاج ما يقدر قاج يبرز بشي بظروف معينه ويقول كلمة الحق العادة الذكية اللي كلمة الحق والله يقول الشيء ذاك هو مهم وهادف يختار به يغير اللي خارج لوطنه ما عاد عنده ما عاد مثلا عاد لي باع له مع الشعب الموريتاني والشعب ما يستثني لاك اللي عانوا والله لاك اللي عاني عليه سمعته وهذا زيان عندي من حياته يا غير بعد مولي افطن ما نسى هنا تي في ذاك الزمن محاولة الانقلاب الأولى اللي خلقت هنا تي جاو اتصل حق هذا في باريس وقال لها قال تحصل ويا صحفية قال لها وانت شنو عندك اللي خليك بجواك شغل أنا قالت لهم ما قد نعود ندعي للديمقراطية ونعود قالت لهم مساند الانقلاب قالت لهم هاي زيانة عندي ونفس الليلة جاني انا مرسول من الرئيس معاويه وقال لي عنه لا بد له منها ومشالها لعنده مصاديق وحبيب كامل يدور يشكرها عليه الكلمه اللي هي اللي نفعت موريتانيا ذاك الزمن باطل اللي يقول لكم قد صلابتي طيب اذا معلومه عندها الشيخ خالق احنا لو كنا عندنا والد رحمه الله علينا وعليه لا ما صبنا كاملين نهبوا من ذاك اللي عنده كامل ننهلوا من ذاك اللي عنده كامل لش هو يعرف كل شيء هو وسعة فنية واللي يعرف قاع من التاريخ وتاريخ الموسيقى والأشياء الجميلة ما هي عادية وهي حقيقة محكما ركز عليها في ياسر مشي عنده وهي أم اللي كانت ملاعبي وتبقيه وقال عليها بهاش بها اللي هي عاشت معاه مباشرة وعرفت قيمته يا فارقع عرفنا قيمته كاملين الا من فات اللي ارتحم يا هو نحن كنا معانا جبل شامخ ما مدرسة ما كنا قاع نقدو نقدروا عنه خالد المرحلة المراحل انت عندما غنيت الناس شوفوا عملت الكلمات وال كنت مندمج مع الكلمات ما هو شعورك عندما غنيت هذه والله انا يعني تميت السبب ذا أني تميت في دارنا دحمي السنين جاري صديق اللي قال لي مع الصباح والله لهي علن ركتية حدث مهم قال لي الموريتاني وأنا هو عندنا الرئيس السياسي نتبادله دائما وشادين أخبار لهذا أنا موظف للدولة ولا في ياسر من الشبهات وصاحب الكادحين وصاحب قاع الحركات السياسية كاملة اللي ما هي يا كارم ولي اصحابي كاملين فالشين فيه الا انا بهم اللي يعرفوا عني ما يقرض حد منهم ولا من الناس اللي قد يبيع صديق وتوفوا جاني قال لي قضيت قال لي موريتاني قال لي يتعدى لقية الصبح ولا بد لا تفوت قال لي الفرصة عرف لك عنها مهم وفعلا منين قال لي عنا من سيادة موريتاني عنها اللي هي تتم وعنده قد كامل تدريجيا يعني يخاض مازال يراجعوا العلاقات مع فرنسا وراجعين مازلنا عن تؤمن من الفرما كامل الا من مطالبنا قال لي لا تفوت قلت له مقرش علي قال لي والله جيت لدارنا ذكر معنا الساعه من جيت يهوالي شور مشوار كر لولين واخترته في ذهني عني نعدل عليه اغنيه من عاد تبت تخمم في الليل قال جاتني الموسيقى كامله قال الكلمات ما جاون
قلت معي محمد بن سيد ابراهيم رحمه الله علينا وعليه، جيت ورا موريتاني قلت له عني اختار هو يعدل لي اغنيه، اغنيه قال لي ما تعدلها انت، ما تعدلها انت، لا مو شاطر رحمه الله علينا وعليه، وتعرف هو اللي يقولها قاع رحمه الله عليه يعني، هو المعلم المختار الميداح فتح الهزوان وصرتك بعد اللي علم وياسر علي وياسر بالشيول ذكي هو اللي عاد يعرف ذاك ذاكرته ذاك كامل. قال لي قلت له قال لي شوف كيفاش، قلت له اختاروا قلت له مريني اذا قلت له بها لي يقعها حي اختلقت علي. قال لي كيفاش، قلت له قلت له شوفوا عمرتنا مثلا اللي هي، قال لي يقعد قال لي هي جيهار وشعلي لا فوت ياسر من زمن لا تقريبا نص ساعة والله ذاك هو اللي هو جايب لي الكلمات. الناس شوفوا عملتنا المكملة سيادتنا ما قد حد يلفتنا لبناك منها مشتولة جاب بها حاجتنا من كل دولة مقبولة، والأسماق الأخماس تجيهم مقبولين في كل دولة وظل يشر بيهم وظل بيهم يدولة. ولحن كيف على اللحن؟ اللحن عدلته أنا، عدلته على عدته على نوع من الموسيقى الامريكيه على البلوز هذا. طيب نحن اليوم مثلا حلو مثلا ما لنا فنانين في بعض الاوقات يكون واحد لحاله شيء خواطر قد يتفاعل مع ذكرى معينه والله متى اخر مره يتفاعل معه؟ ما شاء الله متى اخر مره غنيت فيها لنفسك؟ انا حقيقه اقول لاصحابي دائما انا اللي كان يفرصني على الغناء وحتى على البيضان هذا ومنين في التلين التبعيد شوي من الجوق الوطني لاصحابي هو اللي كان يقولوا يعني لا بد لي من تمزيحي، وكانوا هون هم اللي تركمي اولاد عمي اختيرهم ما يعودوا يكون داخلين في الساحه ولا يعودوا بعيد منها، وموريتاني بلان من الفنانين وجايين هالفنانين وفي طالعين ذاك الزمن الفنانين لا بد لهم من نصيبهم ومصاب لهم بهم اللي زين حسوسهم وقدوا غنوا نعرف ما قطنا هو اللي حسي ما هو ليله واحده في الجزائر 69 سمعتك انا تروي هاي الحادثه، لكن انا ندور الحضرام المداح قبل اسبوع قبل اسبوعين ذهب صار تذكر نعرف عني تميت يوم تميت يوم اذا ما شفت هناتي اليني هوالي سمعت يدني الطايبه جبتي وذكرت صديق عندي رحمه الله عليه داه لبات دائما من يتنهول حتى يقول دعاني من نجد فان سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبنا مردا هذا منين ذكرت يوم اذا قلت عندي له غني به كان عرف كان ترشي الحسي خلاص هو اللي قعد وتفرك كامل ولا تنصيت رحبت بعد عليه هو نعرف انه احيانا خواطر احيانا تعرفت مناسبه لي هو لكن ثلاثه يقال انا بعد من نعود لابد لي من نغني ولا الشيخ نبتو لابد لي من ايام اللي مدرب هذا من لانه اخذت الفن عن طريق الدراسه والله لازم لابد لي لابد لي نحوس على إن قام مثلا موتيها قالوا صار مرتين والله لازم الحق فيها الفوق حتى ونقضم اللي معها حتى ياكل عود قد صح شو خير ما لحن لحن الكلمات اللي غنيتها انت اللي لحنتها ولا لحنها؟ لحن هو كان سيمالي رحمه الله عليه كان سيمالي والله سيمالي راي ما قط لحن لك سيمالي؟ ما نزل ما نزل زمننا احنا قاعد في الجوق الوطني الى 75 سيمالي ذيك الساعه ما تقاس العراق ولا فات عاد عنه سيمالي موسوعة في الفن وفنان كبير كل معنى الكلمة صحيح ما هو شيء قد رقاش يدخل فيه الصبع من جهة وكان قاعد له فنان أنا حاجة لي أنا صغير هو معنا ذيك الساعة هنا في القصر أنا هو الأول عاد زين عندي حسود لا سيمالي بيا ذيك الساعة يحاول أغاني يغني اغنيات جديده ديك الساعه لاحمد والحويب حويب وتوفاتي وحبك مانع للنوم وموريتانيا هي بلادي هذا هو الاول غناه حسين علي ولا وديك الساعه وهذا زين عندي انا هي اللي نوع من الاغنيه جديد جديد عليا شنو انا صنت ديك الساعه تعبت لفيروس والمشرق والاغاني العربيه المطربين العرب والله يلا
طيب من درا كان إذاعات ما فيها حرج، كان الحضرمي يجيب نقرينا واحدة من أغانيه القديمة. لكن نعطوا لهم إعادة أخرى إن شاء الله، حلقة أخرى إن شاء الله ونغنوا فيها ذاك كامل. والله وعد نحاول حلقة ثانية. قلت لك قبيلها لا تجدوا يد إلا بما تجدوا، تجدوا يد إلا بما تجدوا. طبعا الحديث معك شيق، ولكن الوقت أدركنا في نهاية حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة التي خصصناها لعلاقة بين الفن والسياسة، واستضفنا فيها الفنان الكبير الحضرامي والميداح. نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. وكلمة أخيرة، الله يسلمك. كان نختار عندي كلمة نختار نوجهها للفنانين والأخوتي في رابطة أباء التلاميذ، لأنه أنا هو رئيسهم. كان معنا رئيس رحمة الله عليه توفى ذو الأيام، وعتان هو اللي في مكانه. ونختار نقول لأخوتي في رابطة أباء التلاميذ كاملين عني أراني شاكرهم على التهاني اللي جاوني من عندهم، وقايل لهم عن أخونا اللي كان معانا قدمنا ياسر مشي، يقالوا يلتنا خلصوا له به إلا عنه العمل كان قايم به قوموا به إحنا كاملين في بلد اللي ينجح. إيه الفنانين الزمن كانوا عندهم مرحلة اللي زادهم كبيرة مع وزارة الثقافة، راجين عن قاف كيف قاف 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 شيخنا الكبير مفتينا الكبير عدود رحمة الله علينا وعليه، قال حديد لفتيت فصديت سفتاني عنه وفتيت لفتيت تترك غيظ حديد وحديد يرضي لفتيت. حتى احنا وزارة الثقافة اختيروها ما تم جلستنا، وذاك اللي طلبنا منها عنها تعدلوا، طلبنا منها أنها تعدلوا به اللي خير فيها، تعود معها فنانين موريتاني كاملين، تعود قابلة منهم واحدين ما هم ياسرين، ونحن بعد نزلين فيهم البركة قاع يا خير. بعد ما هم ما, ما, ما تعود تارك جل الفنانين موريتاني، ومهامها تعدل بواحدين أخرين. اتحاد الفنانين الموريتاني فيه إلا 10%. وانتم بعد شاكركم عليه. طبعا في نهاية حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، ونقول لكم تحيات مخرج الحلقة راسين والمشرف على الصوت رباح، وهذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. الله يسلمك.